تفضلي مدام احكي لي احكي لي. مسكين يضل برا، مسكين يحب الكباش مضيق، الاخر يحب يقعد غير هنا في الكباش. الله غالب مسكين، دقيقه اللي خرج يضل برا مسكين مع الكباش هنايا، غير خرج الله غالب ما كنتش نهضر. وليدي من 11 سنه مسكين راح يتجوز سيزيام من العام الجاي، مسكين راح لي ضحايا مدام. شكون شافته قالت لها حكات لك؟ قلت له سي كنت نصلي في المغرب، انا كملت المغرب، قالت لي تجري لويزا، قالت لي طاح لتحت، جيت نجري انايا قلت لهم ولادي انا حب ولادي باك نشوفهم، قالوا لي راهم ليه واقفين راهم حيين ما بيهم والو. قلت لهم كيفاه وليدي ما كاش؟ الدراري كاع بانوا وهو ما كاش، الطفل ما بانش. حتى رحت انا طلعت للدار، حتى جاو قالوا لي بلي وليدك راه مليح، راه الاخر حتى طلع هضر لوسي مع بنت لوسي، قالت لي وليدك مات توفى علاء. واش ندير؟ ربي يسترهم. واش نقول لهم؟ ما نسمح لهمش بالصح، الله ما نسمح لهم. على بالي وليدي راح، ربي يصبرك ان شاء الله. واش يصبر لي؟ 11 سنه مسكين يضل يدور في الدار، مسكين يقرا يضل في ليكول، يحبوه كاع الاساتذه يموتوا، غير الاساتذه كاع يحبوه، الدراري صحابه كاع الناس تحبوه، ما كاش كاع يعرفوه، معروفه هنا، ما كاش اللي ما يعرفوش على الدين. على الدين الطرف الدنيا نظل نجري موراه، يضل منا مسكين يضل برا من حاله الضيق لداخل، عندنا الضيق بزاف. مسكين يرقد هكاك ذنب تاع فريجيدير، يرقد يضل برا مسكين، يقول لي ماما ما نقعدش في الدار، ما نقعدش في الدار، نخرج نروح. نقول له وين تروح يا وليدي؟ يقول لي يا ماما والله غير نكبر ونروح الخارج وبالك مانيش عارفه كيفا. ربي يداه لي واش تحبي. شهيد ان شاء الله. هذا ما كان بزاف.